الصفة الثانية، ما هي الصفة الثانية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا إيش؟ شو حدث يا زلمة؟ نعم، وإذا حدث كذب، إذا حدث كذب، إذا حدث جواب الشرط كذب، يعني إيش إذا حدث كذب؟ لا أحسن، أيوه صحيح، بس طلعنا عن السفر ما شاء الله جواب صح. إذا حدث كذب يعني أكثر كلامه إيه؟ كذب يا أخي. بعض الناس ما بتميز، وإذا مسكته بقول لك بمزح معك، لا حول ولا قوة إلا بالله. الأصل في كلامه الكذب، ما يذكر لك إلا وشيء في إيش؟ كذب. وعندما تلقي القبض عليه بالجرم المشهود يقول لك بمزح معك. ومن قال لك أن المزاح في الشرع يجوز بالكذب؟ ده كذاب. أنت فيك صفة من صفات المنافقين، مش كذب له كذبة هيك تيجي تقول له والله أنت منافق، لا كذبتين آثم. ما اختلفناش، بس لا يقال عنه إيش يعني. انت بتعرف قال والله فلان انه كذب علي 10 مرات، قديش خلال 10 سنين؟ خلال 10 سنين 10 ذنوب، الله يهديه ويغفر له ويطهر لسانه. لكن لا يقال عنه الان انه ايش منافق، لا. هذا غلو، بدناش غلو برضو احنا يصاب. وبعض الناس بعض الدعاء وبعض الخطباء عنده غلو حتى يحذر الناس من المعصية فيقع في الغلو. أكثر الناس في هذا الزمان منافقين. إيه طول بالك، كيف أكثر الناس منافقين؟ انظروا إلى هذا الكذب في الأسواق يا سيدي. ماشي كذب، بس هل هو الأصل والغالب عند هذا الشخص؟ قال لا يا رجل، يعني على الأقل 10% من كلامه كذب. 10% إثم عظيم، لكن لا يقال منافق. بدناش هاي اساليب الدعاء للوعاظ اللي بسببوا الغلو عند الشباب. واضح شو يعني اذا حدث كذب؟ يعني غالب كلامي ايش؟ كذب. اما انت في المدرسة كذبت لك كذبة على الاستاذ اثم، لكن لا يقال عنك منافق. الاستاذ نفسه كذب عليك 10 كذبات، لا يقال ايش؟ منافق. اثم ماشي، لا يقال منافق. يعني بدناش غلو، ها ما بدنا غلو.